مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية. لدينا قمة كبيرة هنا، كلاسيكو في الكرة التونسية، لقاء الذي يجمع ما بين الصفاقسي والأفريقي، مباراة مهمة. والبداية، الله، ليست بهذه السرعة، ليست بهذه السرعة، إنها قمة قد اشتعلت قبل أن تبدأ. ماذا يفعل الكلوب؟ ماذا يفعل نادي الشعب؟ ماذا يفعل الأفريقي في البدايات، منذ البدايات حتى أننا لم نتحدث إلا عن هدف؟ هكذا هو الأفريقي يعود مع مارشان، لكن ليست بهذه السرعة الوطنية. هذه كرة الهدف، شوف معي هنا، خطفت الكرة وبعد ذلك التسديدة أتت بهذه الطريقة. غازي العيادي، يا عيني يا عيني على العيادي، وضعها بهذه الطريقة في شباك صفاقس، معلنا عن أول أهداف اللقاء يدوب بالثواني الأولى. مرياح وضعها بوم بالرجل اليمنى، قوية في مرمى الأفريقي. يأتي التعادل من نفس المكان، بالضبط من نفس المكان، يعادل الصفاقس عاصمة الجنوب هدف التعادل، رغم النقص، رغم النقص منذ الشوط الأول، إلا أن الصفاقس كان يستحق التعادل. برافو.